بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، ضمن انطلاقاتنا في هذا اليوم مع السباق المحلي الثاني، واليوم خاص لسن الجذاع، سن الإبداع والتحدي، من مسافة 4 كيلومترات. شعارات يا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة حاضرة بهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. نتابع على أول المراكز مع شوطنا الثامن الخاص للقعدان الشامخ على البداية والمقدمة، مشاهدي الأعزاء، بشعار هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، بمتابعة المضمر متعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني ننتقل مباشرة لنتابع ثاني المراكز وثاني التحديات، القدوم في هذه اللحظات من قبل حوران لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني والمضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، في المتابعة والتضمير على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع ونراقب مشاهدينا الكرام ومتابعينا إلى فاضل وصول وانطلاقة من قبل ختال لهجن الشحانية، بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع مشاهدينا الكرام وتين لهجن الشحانية، بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على مستوى المركز الرابع وخامس المراكز. في ختام هذا النداء مشاهدينا الأعزاء نتابع القادم الوادي لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني وعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، في المتابعة والتضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المذاعة في هذا الشوط، ونذهب مباشرة إلى المركز الأول لنستجد النداء مع انطلاقة حوران ينحلق على أرضية ميدان التحدي. وبالمركز الأول لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني والمضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، هنا في المتابعة والتضمير يقدم حوران على البداية. بينما المركز الثاني الشامخ يأتي بشعاره الجميل، وهنا أيضا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر متعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري على مستوى ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء من خلال تقدم وتين لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، في المتابعة والتضمير. بينما المركز الرابع من الجانب الآخر ختال لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فران المري، وخامس المراكز نتابع الزاجل يصل في هذه اللحظات لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن بن سيالم بن خليفة الكبيسي، في المتابعة والتضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع المراكز الخمس الأولى، وهناك دخول جديد من الأسماء المتقدمة. نتابع الدخول المميز من قبل الوادي لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني وعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، من يتابع الوادي، وكذلك دخول جديد من خلال هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. سيلين مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية والمضمر الشبل جاوي بسالم بن فاران المري، ولكن نذهب إلى ركب الصدارة لنتابع الأمور. الله يا سيلين على البداية، سيلين مشاهدي الأعزاء ينطلق في المركز الأول، ينطلق بالصدارة في ناموس هذا الشوط. سلام يا الشبل، سلام الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، من يتابع سيلين على المقدمة بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، ينطلق مع البداية، ينطلق مع اللحظات الأخيرة. هذا هو سليف أجانا في الأمتار الأخيرة بهذا الدخول السريع. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية على فوز سليف المركز الأول، وتهنئة إلى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على هذا الفوز والتألق في صباح هذا اليوم. المركز الثاني الوادي لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني. المركز الثالث جاء في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل
ختال لهجر الشحانية المركز الرابع. وصل في وتين لهجر الشحانية، بينما المركز الخامس وصل في مشاهدين الكرام الخلاوي لهجن الشحانية. إذن مشاهدين الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى لمؤسسة هجن الشحانية على فوز السيلي بالمركز الأول، والتهنئة للشبل جابر بسالب فران المري من تابع سيلين إلى خط النهاية. 6 دقائق 5 ثواني 18 جزء من الثانية هو توقيت سيلين صاحب المركز الأول وصاحب كلمة الناموس. المركز الثاني وصل في مشاهدين الكرام ومتابعينا إلى فاضل المركز الثاني الوادي لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني والمضمر عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. 6 دقائق 6 ثواني 52 جزء من الثانية هو توقيت الوادي صاحب المركز الثاني، بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدين الكرام ومتابعينا لفاضل ختان لهجم الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري. 6 دقائق 7 ثواني 35 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.